السلام عليكم شباب، اهلا بكم. النهارده فيديو جديد على قناه ابو دي. النهارده هنشرح كيفيه حل معظم المشاكل اللي بتقابلنا في متجر جوجل بلاي، زي حدث خطا اثناء استرداد المعلومات من الخادم، حدث خطا اثناء الاتصال ومشكله عدم الاتصال، وحدث خطا في المصادقه ولا يمكن اجراء اتصال موثوق بالخادم. طبعا المشاكل ديت لازم تطبق معايا عملي، وهسيب لك في الوصف المشاكل ديت بتبدا في الدقيقه كام بالظبط. لازم تطبق معايا عملي، وحتى انت لو اتفرجت على الفيديو بالكامل يفضل، علشان تقدر تسيطر على الموضوع، تقدر لو قابلتك اي مشكلة تحلها. نبتدي مع بعض. الاول مشكلة هي حدث خطأ اثناء استرداد المعلومات من الخادم. حل المشكلة ديت ليها اكتر من حل، على حسب انت الحل اللي هينفع معاك. اول حل ان انت ممكن تخش على الضبط، عفوا تخش على التطبيقات، على مدير التطبيقات، الآن هنا في الجهاز بتاعي بدوس على المزيد، وندوس على إظهار تطبيقات النظام، أو ممكن نلاقي كذا نافذة فوق، ندوس على الكل. هنروح على حاجة اسمها جوجل سيرفيس فيرم، اكتب لكم الاسم بتاعها اهو. ايد جوجل سيرفيس فيم، او بغض النظر عن اسم. نضغط على ايقاف اجباري، بكده نضغط على مسح البيانات. بعد كده هنروح برضو على متجر بلاي، هنا في التطبيقات ندوس اخفاء تطبيقات النظام علشان يبقى الموضوع اسهل شوية. هنعمل لها برضو ايقاف اجباري، بعد كده مسح للبيانات. بعد كده برضو ممكن نعمل إلغاء التحديثات لو الكلام دوت منفعش. طب لو الكلام ده منفعش معايا هعمل ايه؟ هتروح تعمل حساب، ممكن يكون مشكلة في حساب الجيميل بتاعك، انت ممكن تروح تعمل حساب جيميل جديد. طب لو منفعش برضو، يبقى في مشكلة في الجيميل بتاعك، ادي حساب الجيميل اهو، يبقى في مشكلة في الجيميل بتاعك، في تطبيق الجيميل. تقدر تعمل حساب من على متصفح كروم، من هنا تقدر تعمل عليه حساب جيميل، وبعد كده تخش بيه على الجهاز بدل ما تعمل حساب من الجهاز ذات نفسه. ده حلول أول مشكلة. تاني مشكلة وهي حلها صعب شوية، اللي هي لا يمكن إجراء اتصال موثوق بالخادم. المشكلة ديت برضو ممكن تتحل ببساطة، ان احنا نروح على الضبط، ونروح على متجر جوجل بلاي، ونعمل له مسح البيانات زي ما عملنا في المشكلة اللي قبل كده. ممكن اعمل كده تكون المشكلة محلولة معايا، وممكن الموضوع يتطور معايا شوية، ممكن اشيل الحساب. لكن الحل الجذري للمشكلة النهائي، ان احنا من الاخر نخش على ES File Explorer، اسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. ادي الصفحة بتاعته، خش على الملفات، نضغط على دي، هنخش هنا على ملف اسمه ETC، هنخش على ملف تاني جواه اسمه هوستس، هنخش على ملف الهوستس دوت، المفروض ان احنا هنمسحه. طبعا انا هنا ما عندي شوت، فانت لو الجهاز عندك حصلت المشكلة ديت، انت بتحمل الروت وتفعله، وتقوم بحذف ملف الهوستس اللي احنا اتكلمنا عليه، لانه هو المشكله بيكون ان دخل كذا اي بي على ملف الهوستس. المشكله ديت بيسببها ايه؟ ممكن في حاجات تانية، طرق تانية تحل المشكله ديت. بيسببها
برامج تحكير الألعاب اللي احنا بنحملها وبرامج حجب الإعلانات والكلام ده كله ممكن يسبب فيروسات على الجهاز، حتى برنامج اللاكي باتشر توقف، وبرنامج الفيدوم عادش جايب مفعول، حتى برنامج الفيدوم بيكون سبب رئيسي في المشكلة. لو انت عندك لو انت حملت برنامج الفيدوم قبل كده لازم تعمل ايقاف من داخل البرنامج، حتى لو حذفته مش المشكلة مش هتتحل، لازم تحمله تاني تعمل له ايقاف من داخل البرنامج، هتلاقي اشتغل معاك على طول زي ما حصل معايا. عملت ايقاف من داخل برنامج الفيدوم اشتغلت معايا المشكلة اتحلت. ماشي، خش على المشكلة بعدها وهي حدث خطأ في المصادقة. المشكلة ديت غالبا هيكون سببها حساب الجيميل، فاحنا هنروح على الضبط، عفوا هنروح على الحسابات، جوجل، نضغط على المزيد، نضغط على أي حساب مثلا يكون الحساب ده، نضغط على المزيد ونضغط على إزالة الحساب. بعد كده إن شاء الله تكون المشكلة معايا اتحلت، ونخش نعمل حساب جيميل جديد. بعد كده قلنا برضو إن ممكن يكون في مشكلة في حساب في تطبيق الجيميل بتاعك، فممكن أضمن تروح تعمل له الحساب من على متصفح كروم. وآخر مشكلة معانا النهاردة مشكلة عدم الاتصال، برغم ان انت تكون موصل واي فاي او الباقة او موصل كل حاجة، وتلاقي برضو في مشكلة عدم الاتصال. حل المشكلة ديت نفس الحل برضو، ان احنا اول حل يعني ان احنا نروح على الضبط، ونروح على التطبيقات، نروح على مضيء التطبيقات، نضغط على المزيد، زر تطبيقات النظام، ونروح لجوجل بلاي ونعمل له مسح البيانات زي ما شرحت قبل كده، ونروح لجوجل سيرفيس فريم ورك ده انا قلت لكم عليها قبل كده زي ما شرحت قبل كده. لو المشكله ما اتحلتش ممكن بعد كده اعمل الاستارت الجهاز، لو المشكله ما اتحلتش ممكن اروح الحسابات وازيل الحساب بتاعي، ازيل حساب الجيميل واعمل حساب جديد. عفوا، او على الحسابات جوجل، شيل حساب الجيميل، اضغط على المزيد، ازالة حساب، وبعد كده نشوف المشكلة. بعد كده نعمل استارت الجهاز ونقوم داخلين حساب جديد ونشوف المشكلة اتحلت ولا لا. لو ما اتحلتش ونعمل فورمات للجهاز او اعادة ضبط مصنع، ونخش على الضبط للناس اللي مش عارفة ازاي نقدر نعمل اعادة ضبط مصنع. خش على الضبط، النسخة الاحتياطي وعدد الضبط، وإعادة تعيين بيانات المصنع. برضو ممكن المشكلة ما تتحلش، يعني حتى احنا لو عملنا الفورمات بتحصل ان ممكن اعمل فورمات والمشكلة ما تتحلش، حصلت معايا شخصيا. فاحنا بنروح بالحل النهائي ان احنا نحمل الروت، وبعد كده نروح على الـ AES File Explorer اللي هسيب لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو زي ما ذكرت قبل كده، ونروح على الملفات بتاعتي، كده نضغط على دي، كده نروح على ملف ATC، ونروح على هوست. نوع على هوست عفوا اوت، نقوم حاسفين ملف الهوست. طبعا مش هقدر احذفه عشان ما عنديش روت، لكن لو انت عندك صلاحية روت تقدر تحذف الملف ده بسهولة، وتقدر ان انت المشكلة تتحل بشكل نهائي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش لو في اي حاجة تواصلوني في التعليقات، واللقاء في فيديو جديد ونشوفكم على خير.